هنايا البنات بغيت نشارك معكم يعني شي حويجات اللي حاطينهم هنايا اللي غتقدروا تحتاجوهم في هذا رمضان او للناس اللي باقا ما جاتش اللي خاصها شي حاجه تقدر تلقاه هنايا في الليدل. ها هما راه حاطين هاد الزنجلان راه محمر ملقين قاد دايرين ليه اورو 23 250 غرام. كاين حتى هاد لامون ايفيلي هاد اللوز ايفيلي ها هو هذا فيه 400 غرام دايرين ليها 3 اورو 99. حاطين هاد اللوز هذا اون بودر ها هو والطحون ديري ليه 3 اورو 99 400 غرام. كاين هنايا العطريه بالنسبه للعطريه هنا كاين هاد لي زيبيس بطاجين كاين راس الحانوت كاين التحميره كاين هاد الكيغي كاين الكامون صافي هادشي اللي حاطين في العطريه. بالنسبه للثمن راس الحانوت راه 95 سنتيم والتحميره اورو 49 الخرقوم اورو 39 وهذاك لا كيغي باورو 9 سنتيم. حاطين هاد العدس هذا الاحمر شحال فيها 500 غرام ديري ليها اورو 49 سنتيم. ها هو ندير لكم حتى الحمص مرطب يعني بلا ما تمحلو بلا حتى حاجه الحمص مرطب ديري ليه اورو 29 370 غرام. حاطين هاد اللوز هذا القشر ديالو حتى هو هذا نص كيلو ب 4 اورو و 99. هاهما حاطين لكم حتى لي باتي صغي اوريونطال هانتوما الحلاوي حلويات 240 غرام ديري ليها 2 اورو و 89. كاين هاد الزلابيه ها هي دايرين جوجات في الباكيه 180 غرام ب اورو و 99. حاطين حتى هاد البقلاوه هاهي 3 شوف صراحه كتبان زوينه 3 ب 3 اورو و 89. حاطين هاد التمر ها هو 250 غرام ب 2 اورو و 19. كاين حتى هاد الشكل هذا ديال هاد التمر هذا ها هو 500 غرام ديري ليها اورو و 59. حاطين حتى هاد الميلونج هذا ديال الفواكه الجافه هانتوما راه فيه القرقاع فيه الاكاجو فيه هذاك فيه اللوز ما عرفتش هذاك الاخر مشات ليا السميه ديالو ديري ليه 5 اورو و 98. حاطين حتى القرقاع ها هو منقي ديري ليه 5 اورو و 99. حاطين حتى هاد ورقة العنب ها هو معمر هادي معمرينو غير بالرز والبصلة والحامض ديري ليه اورو و 89. حاطين هاد الزريعة شوف حالين حيط الوالدة الزريعة ديري ليه 89 سنتيم فيها 200 غرام. بالنسبه هنا للبنات اللي تيسولونا الزيت راه ما كاينش خلاو غير زيت العود هو اللي بقى كلشي تهز نتوما بلاصتو خاويه بلايص كلها تهزت بقى غير زيت العود. وحتى الجهه ديال يعني هاد المطيشه حتى هي راه خلاو فيها غير هاد الكونسونطري خلاو فيها غير هاد المطيشه كونسونطري وكاينه هاد الشكل هذا هاد الفانزاني هادو اللي جابو جداد يعني بكيات صغار 3 ديال 200 غرام وهي اللي بقات. اما هذيك مطيشه يعني بيلي وبيغي والكونكاسي راها كلها يعني مشات بلاصه ديالها الغيون ديالها بقى خاوي. بالنسبه للبيض هاد الشيء اللي بقى فيه هو هاد الشيء اللي كاين اما الفرين راه ما لقيتهاش اصلا ما كاينش حتى سولت عليها قالت ما كايناش كنخلو لكم السنيده بغيتو ديباني. البنات راهم داخلين هاد الملو هذا ديال المغرب صراحه كيبان كيشهي هانتوما ديال المغرب ديري ليه 2 اورو و 49. حتى
طيب حتى هاد البصله الخضاريه شوفوا حتى هي شحال زوينه. بقا دايرين غير يعني ربعه ديال البصيلات، دايرين ليهم اورو و 49 سنتيم. حاطين حتى هاد الشوربه حالا بحال هكا بالنسبه للقلب اللي كيعيشين هنا ولا الرجال بحال اللي كيكونوا عايشين بحالهم يعني ما كيعرفوش يصيبوا الحريره. ها هي راه حاطين هنا ثانية كتاخدوها بس في 40 سنتيم.